السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا متابعين قناة أثاث ثقة. خاوتنا كما راكم تشوفوا فينا الآن في هذا البث المباشر أثاث ثقة كما عادتهم خاوتنا دائما بالمفاجآت. نحيوا الحضور معنا أخ عبدون، الأخ وليد، الأخ بلال اللي المسير تاع المخازن تاعنا، الأخ جلال راه حاضر معنا، الأخ أسامة، الأخ خليل المسير تاع المحل ربي يحفظه. عندكم ثاني الأخ الياس خاوتنا كامل رانا حاضرين، رانا شاركنا معاكم الفرحة تاع اللي فازوا معنا، نباركوا لهم إن شاء الله، البركة عليهم. واللي ما فازوش معنا راهي عندكم، نقول لهم مرة أخرى بيان سور أثاث ثقة دائما راهي معاكم بالمفاجآت. يعني المسابقة الماضية كنتوا شاركتوا الله يبارك عدد كبير، ديباسينا 200,000 مشارك، 200,000 متسابق نحو الفوز في المسابقة. نتمناو يعني هذوك ال 200,000 ثاني نقولوا مسابقة ولا ما نقولوش؟ مسابقة خلينا زعما نحكي لهم شو الأخ جلال، الأخ عبيدة، مرحبا بك خويا عبيدة، مرحبا بك، مرحبا بك، عبيدة لاباس؟ عبيدة بيان صباح، والله شوية شوية، والله لاباس مرحبا بك. شو رأيك عبيدة واش تقول لهم على هذا الثقة؟ المشاهدين واش تقول لهم؟ اللي قال اللي ربح واش تقول لهم؟ مبروك. السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم. مرحبا بكم. قسم مشكلة. الله يبارك فيك. يوم جديدة. يوم جديدة. خوتنا أثاث ثقة دائما الجديد ودائما لا نوفوتي خوتنا. جينا نبشركم في هذا الفيديو بأنه كاين مسابقة جديدة، يعني أثاث ثقة دوما دوما المسابقات. مفاجآت مفاجآت. طبعا طبعا دائما المفاجآت. خوتنا في هذا الفيديو جينا نبشركم باللي كاين مسابقة جديدة اللي هي راح تربحوا فيها غرفة نوم الملكة، غرفة نوم لا شومبر اكوجي. وقال لكم الاخ اسامة راه بشركم لا شومبر موديل الملكة في التروا بورت اللي راكم تشوفوا فيها الان، يعني اون شومبر اللي باهية بزاف، الخشب الاحمر راهي مكاسية بلون بالدوري كما راكم تلاحظوا فيها، اون شومبر اللي رويال وملكية خوتنا. شوفوها ثاني الان في النظرة الليلية، يعني النظرة تاعها بزاف شابة خوتي خوتنا. شروط المسابقة يعني راح تكون شروط سهلة. قبل ما نروحوا شروط المسابقة خاوتنا نتحدثوا على المتابعين اللي يزورونا يوميا في المحل. المتابعين اللي راهم كشغل اللي يزورونا يوميا في المحل، الاخ عبد الرحمن الحمد لله يا اخي كشغل رانا من فضل الله عز وجل خاوتنا، راهم يعرفوا المعاملة ويعرفوا المحل، وحنا رانا لنا كاع خوا، يعني رانا كاع كيف كيف خويا عبد الرحمن. بارك الله وشرف لينا وشرف ليكم، ونشكر اي انسان زارنا للمحل وتهلينا فيه وعجبو الحال وحنا رانا هنا خاوتنا. الله يحفظك خويا اسامه. خليل واش تقول المتابعين تاعنا راهم الان في هذا الفيديو يعني راهم يشوفوا فينا خاوتي كما نقولوا شنقول لكم؟ السلام عليكم، بالبركه على كل واحد فائز. اللي ما فازش راه توجور فايز معنا في القلوب تاعنا، حنا توجور شنقول لكم؟ مرحبا بكم عندنا في محلات اثاث ثقه، مازال كاين مفاجات ولعل وعسى ان نهايه السنه تكون مفاجاه كبرى. واش راح نقول لكم؟ توجور ثم ابوني ابوني كما يقول لك توجور ديروا كثروا لنا من الجنب. يعني مع محل أثاث ثقة دائما كاين الأمل خاوتنا، دائما كاين الجديد. يعني في هذا البث في هذا الفيديو عفوا بشرناكم بالهدية اللي هي غرفة نوم فيها بلو باك تاعها، بلو باك تاعها اللي واش فيه؟ في سومي كوفري، الماطلا دي ترونت، البورت مونتو، البوف، زوج مخيط دو مسنس، يعني لا شومبر كاملة مكمولة بكامل لوازمها. هذه هي، قلت لك تقول لهم؟ من نهارك تغلق شومبرتك. هذه هي، يعني تديها بكامل لوازمها. طبعا أثاث ثقة عندها خدمة النقل والتركيب ل 48 ولاية. راهو هنا الأخ بلال يضمن لكم في جميع لي كومونت تاعكم أنه كل حاجة واصلة كاملة مكمولة. نشكروا جميع الطاقم تاع المخازن تاعنا خاوتنا. شروط المسابقة جد سهلة، سهلة جدا. يعني قلنا بلي ما راح ديرونجيكم شروط هذوما. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. شروط المسابقة باش تفوز بلا شومبر يعني وحدها واش راح دير؟ دير ابوني في لاشين يوتيوب تاعنا تاكتيفي لا كلوش، دير جيم ودير تعليق نفس المسابقة السابقة واش دير؟ بارطاجي. اسم واللقب والولاية. بعد ما دير هذوما ثلاث امور واش دير؟ تبارطاجي لا فيديو لو ماكسيموم، يعني وين تقدر بارطاجيها هكذا باش تعزز الشروط تاعك في الفوز في المسابقه. وباش تدي لا شومبر بها بلو باك تاعها يعني كامله مكموله، ما عليك غير تدخل لو كونت انستغرام تاعنا تابوني فيه ومرحبا بك. هكذا راك داير جميع الشروط، هكذا راك موفي كامل الشروط باش تفوز معنا في المسابقه. وباش تكون عندك حظوظ اوفر ايضا يعني مو شرط الزامي خوتنا، روحوا لاباج فيسبوك تاعنا دعمونا بالاعجاب بالنشر
ورانا هنا. الاخ عبد الرحمن حبيت نسقسيك، السحب هذا وقت ايش يكون يا اخو؟ السحب يعني راح يكون بطريقه جد سهله اخويا بلال. الزبائن سواء المتابعين تاعنا على بالي وانت وكيلو تاع السحب على بالي. حاجه سهله بزاف خاوتنا، الشغل يعني الوقت تاع السحب راه مربوط يعني دو زوبجيكتيف. لوبجيكتيف الاول هو نوصلوا 200,000 متابع، مثلا وصلنا غدوه 200,000 متابع غدوه نجتمعوا جميعا باذن الله ونديروا السحب تاعنا. بيقول لي اكتيفيو يعني اكتيفيو لو ماكسيموم، يكون السحب في اسرع وقت خاوتنا، وشاركوا شاركوا لو ماكسيموم. ما وصلناش 200,000، حاجه سهله لو 18 راح يكون السحب. يعني هذه المسابقه تاع لي شومبرا كوجي راح تكون يعني راح تكون شهريه، يعني كل شهر باذن الله راح تكون كاينه هديه غرفتنا. يعني مع محل اثاث الثقه دائما كاين امل معنا خاوتنا، هذه هي اثاث الثقه وهذه هي شيما. يعني شهره جد سهله، يعني المتابعين تاعنا يستاهلوا كل الخير. نعاود نهني المتابعين اللي فازوا معنا، وكما قلت لكم انتم راكم متابعين اوفياء ورانا هنايا باذن الله باش يعني باش نعطوكم حقكم، وهذه الجوائز صدقوني خاوتنا راهي تليق بكم، يعني تليق بمقامكم وتليق بمقام محل اثاث الثقه اللي كالعاده خاوتنا. مرحبا بكم، رانا في القلعه خاوتنا حي كركوبه، محل امام مخبر تحرير الدم، ورانا في القلعه فقط، محل اثاث الثقه متواجد فقط في مدينه القلعه. نشكركم، نشكر الحضور تاعنا الاخ الياس. نشكر كما يقول لك المسؤولين الاولين، حاب يقول مور المحل هذايا هذا الثقه، ونشكر اخ وحيد والحسن اللي راهم توجور قايمين، حاب يقول اسمو، وسورتو سورتو الجروب اللي يخدم لي زاتولي، حمزه الراس المدبر، انا عيط له الراس المدبر وكاع اللي كليو على بالهم بها، حمزه وليكيب تاعو اللي توجور يخدم لك الشمره ما شاء الله يتحفها يتحفها باحسن كما يقول لك التقنيات واحسن كما يقول لك المواصفات. بارك الله فيك خويا خليل، نشكركم. الاخ عبد الرحمن خويا بلال ما ننساوهش، الله يعطيك الصحة. في الديبو ان شاء الله ربي يوفقو. صحيح، خاوتنا للتوضيح فقط، مشكور الاخ وليد على هذا التدخل، خاوتنا للتوضيح فقط. التدخل السيء. هذا لاشومبر راهي من صنع الاخ حمزه، يعني من ابداع الاخ حمزه اللي كان يشكر فيه الاخ خالد. وراهي من صنع محلات اثاث الثقه، يعني اون شومبر اللي شابه بزاف وتستاهلوا كل خير خاوتنا. نشكركم على متابعة هذا الفيديو، يعني هجموا على التعليقات، شاركوا، وقلت لكم شاركوا لو ماكسيموم، ورانا هنا خاوتنا، بارك الله فيكم، ومع السلامة. مرحبا. السلام.